شد شد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ريتاش؟ ايه القرف اللي انت مهبباه ده؟ ايه؟ ما انا لسه مسيقت فوق ومسحت الحمامات واديني برتب اهو دلوقتي. اديني مرتب اهو دلوقتي؟ وايه النجيله اللي على الارض دي؟ ايه كميات النجيله اللي في النادي دي؟ انا عمر النادي عندي ما كان فيه نجيله. بقول لك ايه؟ انت هتطلعي تسيقي النادي مرتين زي ما قلت لك بالظبط. هتشتغلي هتاكلي. شغل الفيلش ده خلاص ما بقاش موجود. انت هنا عشان تنظفي وبس، بعدين جايب لك مصلحه حلوه. ايه؟ القهوه اللي جنبينا دي. هتشطفي الكوبايات وتلمعي الترابيزات وتسيقي الدنيا كده وتخليها قمر، وهيدوكي 70 جنيه اخر اليوم. انت 5 جنيه وانا 65 جنيه وكله بما يرضي الله. تمام؟ تمام. يوم الاثنين والخميس راحة. الملكة. هسميكي هنا الملكة وانت ماشية يا ملكة، ينادوا عليك يقولوا لك كده. هتلمعي سلالم العمارات اللي جنبينا كلها، ال 58 عمارة اللي جنبينا كلها، تغسلي السلالم وتنضفي المناور كده وترجعي هنا الساعة 4 الفجر تنامي براحتك اليوم كله معاكي. ماشي حاضر. اتفقنا؟ اتفقنا. ايوه. منك لله يا سيد. حاجتين الأشكال الواطية دي. ايه؟ أشكال الإيه؟ الأشكال الهندسية. اه.